ابويا والله مات في حضن وما قدرتش احوش عنه على شويه شويه خليفات قديم عشان قدام الورش، مش عشان حاجه، وعامد متصر واطلب البلطه قدام عيني وفي حضنه، وكنت بقول له حوش سيبنا، يقول لي لا يا بنت اخواتك، اخواتك يا بنت اخواتك، قول يابا ولا قول يام ولا قول يا اخوات ولا قول يا مين، ما حدش حاش عنه. قال اللي كنت بحوش عنه براس، انا اللي كنت والله العظيم بحوش عنه براس، ما حد حاش عنه، صفو دم قدام وخدته في حضن، واخر كلمه قال لي لا اله الا الله، والله العظيم قتلونه بالبلطه مرتين، جمال ابو سالم وخالد ابو سيد ابو سالم، واحد ضربه باليمين والتاني ضربه بالشمال، والله العظيم قادرينه في حضن، ما انش عدت اقدر استحمل موقف ابويا صعب، ما بقدرش احوشه من قدام عيني. هون اللي كنت ليه؟ انا بنت واحده بس، والله العظيم انا بنت واحده، واحنا ناس غلابه قوي، واحنا معانا ربنا اقوى من اي شيء، احنا معانا ربنا اقوى من اي شيء، والله العظيم ابويا كان بيموت في حضن، ما قدرت احوش عنه، والله ما قدرت احوش عنه، واترميت عليهم وقلت لهم اقتلوني، قالوا لا احنا عايزين ابوك نضحي بيه، نضحي بيه في العيد، ورئيس العصابه واقف قالوا احنا ضحينا ابو محمد ابو المغاور في العيد، وهم فعلا ضحوا بيه في العيد، علشان هو جايب وما يرضي الله وجاي من الجامع وطلع وصلي فرض رب، والله العظيم مصلي فرض رب، احنا عمرنا ما اذينا حد ولا عمرنا جينا على حد علشان النظام ده يتعمل معانا، وميت ميت مقتول قدام عينه ما عرفتش حوش عنه، مات وحش والله العظيم مات وحش، هو لو ميت في حادثه مش هبقى اكيد، لو ميت قدام عيني على السرير مش هبقى اكيد، حرام والله العظيم، الظلم حرام والافتراء حرام، والله العظيم حرام، ما لقينا حد يحوش عنه، والله العظيم ما لقينا حد يحوش عنه، انا اتيتمت من كل، كنت بقول باجي بقول ياب، والله كنت باجي بقول ياب، اقول ياب والله اقول يا اخوات، والله حرام، والله العظيم حرام، حرام عليهم كده، والله ما سمع عليه. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، معاكم محمد رمزي مونس، وتغطية جديدة من شمال محافظة الدقهلية وتحديدا قرية ميت طريف التابعة لمركز ديكيرنس بمحافظة الدقهلية. مقتل مسن وإصابة أولاده الثلاثة بسبب خلافات جيرة، وبسبب إن البيت فيه ورشة وجيرانهم عايزين يحطوا نقلة حمرة، اختلفوا مع بعض، حصلت خلافات بينهم وبين بعض، ضربوا بعض وعملوا قاعدة عرفية، القاعدة العرفية اتحددت وحكمت ان الطرف التاني هو اللي غلطان، ولكن الطرف التاني هدد بانه هيضحي بأحدهم يوم العيد. في العيد فعلا قاموا بضرب الشباب الثلاثة، مما تسببوا في قصور وطعنات، الراجل راجع من العزة ضربوه ببلطة في دماغه مما تسبب في وفاته على الفور. معانا ومعاكم النهاردة أهل المجنى عليه، هنعرف تفاصيل الواقعة بالكامل. البقاء لله. تمام لله. إيه اللي حصل؟ أنت بتقولي شفت والدك وهو بتضرب ومات في حضنك. مات في حضن. إيه اللي حصل؟ احكي لنا الواقعة كده من البداية، إيه اللي حصل يوم الواقعة؟ يوم الواقعة هو كان جاي معايا بقول له يا برج مفيش أي حاجة يا إخواتي يموتوا مش مشكلة. قال لا يا بنت، انتوا سندي في الدنيا، انا موت انتوا تفضلوا، انا موت انتوا تفضلوا، محدش حاش عنه. خلاه واقف بيكلمني وعطيني ظهره، خبطوا من اليمين والتاني خبطوا من الشمال، يا ريت واحد، ده اتنين كانوا بيقتلوا فيه، اتنين بيقتلوا فيه، وصاحب الواقع اللي هو كسر رجله، وهو ما كسرش رجل، والله ما كسر رجل، انا قلت له اقطعوا رجل بس يبقى دم، واجي واروح واقول ياب، قال له احنا مش عايزينك انت، احنا عايزين ابوك نضحي بيه في العيد زي ما احنا قلنا. طب انتوا حورتوا اخواتي؟ قال له هندمر ابوك، هندمر ابوك، والله العظيم ده حصل، والله العظيم انا محروق عليه، انا مش بكذب ولا بزور، الكلام ده قدام عيني، اتقتل قدام عيني وما قدرتش احوش عنه، كنت بترمى فوق، والله العظيم طلع في روحه قدام، كان بيطلع اكنه فرخ، يعني الواحد لما بيذبح فرخه بتصعب عليه، هو ما صعبش عليه، الاتنين كانوا بيقتلوا فيه والباقيين كانوا بقطعوا في رجليه. ليه؟ نرجع لاحد افراد العائله الحاج ونتكلم معاه نعرف تفاصيل الواقع، لو سمحت ادوا له المايك كده. عرفنا يا حاج من البدايه كان ايه سبب الخلاف ده وايه اللي حصل بينهم وصلهم لدرجه الانتقام دي؟ الخلاف ده كان على نقله حمره في الشارع، وده عاوز يحطها وفرضوها،
ومحمد بقول لهم يعني الشارع عيلة والشارع عيالة، قالوا لا هنحطه، واختلفوا من هنا مع بعض، مسكوا في بعض في أكتر من مرة مع بعض، عملوا قاعدة عرفية، والقعدة العرفية اتعملت عند اسمها باب المجد، والقعدة حكمت لمحمد أبو المغاوري اللي هو القتيل اللي توفى، اللي هو اللي توفي، تمام، حكمت له. هما ما كانش في نيتهم أكتر من إن هما يضربوا محمد. لما ضربوا محمد ضربوه ضرب قاسي. أنا كنت قاعد مع محمد قبل الضرب وقبل الكلام ده، أنا جيت رحت له وقعدت معاه وخدنا ورحنا الميتم، واحنا قاعدين جاني تليفون من ابن ابنه، واد صغير، اول مره ما ردتش، تاني مره رديت عليه، ايه يالا في ايه؟ قلت هات جده وتعالى، اصلا بهدله عمامي، يعني اتخانقوا مع اولاده، مع اولاده الاول، مع اولاده، فهم الطفل صغير اتصل بيك قال لك تعالى ده في خناقه قدام البيت، حصل. فهنا انتوا جيتوا جري بقى من الميتم، جينا واحنا جايين في السكه، قلت له محمد استنى ما تستعجلش ما تسرعش، قال ده ابني بيموت، المهم جرى وانا جريت وراه، هو سبقني. انا على ما وصلت محمد لقيت محمد نايم على الارض ميت، خالد ضربه بالبلطه ميت، وحمدي بيكمل عليه بالعكاز. جمال لا، حمدي لا، حمدي بالعكاز، حمدي وخالد. طب هل هنا داخل القرية ريفية المفروض المعروف عنها اللي هو التواد والتراحم بين أهلهم وبعض، هل توصل الخلافات للأكل؟ الناس دي صعب، والبيت في آخر البلد، انتوا هنا متطرفين فعلا، متطرفين في آخر البلد، على ما اللي هناك يسمع هيكون اللي هنا انتهى. كانوا جايبين ناس معاهم بلطجي، ناس متربصين، يعني كانوا متربصين فعلا، متربصين، أيوة، تبقى كبيره، وان هم يخططوا في العمل ده بقاله اكتر من 6 شهور، يعني الخلاف قديم، الخلاف بقاله فتره. لو منهم لمحمد مش هيقدروا يعوبوا عليه ولا على عيال، لو منهم لبعض، مأجرين ناس من بني عبيد، وناس من عزبه ورم عبد الهادي، وناس من نهضة. طب مين دلوقتي يعني مين اللي اتصاب، يعني ايه الاصابات اللي موجوده غير وفاه الحاج محمد؟ ولادهم مكسرين كلهم، يعني عثمان مكسرين ايديه ورجليه، سعد مغزوز خبطه بالسكينه بالسنجه لغايه ما يطلق كبد بتاعه، سعد كان في المستشفى نازف على الارض. هم لغايه دلوقتي محجوزين في مستشفى الطوارئ في المستشفى. ايوه، لا في المستشفى العام هنا، لان عليهم حراسه. تمام، لهم حراسه، وعثمان دراعته متكسره، وسعد مغزوز، ومحمود مضروب في دماغه، واخد 13 غرزه في دماغه. طب من بدايه الخلافات بقى، يعني انتوا ما استعنتوش بالقانون، استعنتوا بالاعداد العرفيه ليه، وما استعنتوش بالمركز الاعداد العرفيه مش في البلد يا باشا، الاعداد العرفيه كل واحد من مكان، واحد من عزبه الدسه تبع البني عبيد، واحد من تمام طراح. انا فاهم ان هي بتكون احنا مجموعه من اكتر من مكان، ماشي، ليه ما استعنتوش بالشرطه في الوقت ده لوقت الخلاف؟ كانت الشرطه ما جاتش، الشرطه ما بتجيش تكل للاخر. لا، انتوا ما استعنتوش من بدايه الخلاف، بدايه المحضر، بانه انتوا عملتوا محاضر، ما احنا عملنا محاضر عليك. ورحنا المركز ده في بدايه الخلاف، وعملنا قعده عرفيه، وكان المأمور موصي فيه، وكان فيها اسمها باب المجد، رئيس مجلس الشعب، وكان في مجموعه ناس، وفي محاضر، وفي بلاغات، وفي محاضر، وشروط جزائيه، وشروط جزائيه ب 500,000 على اللي يتعدى على الثاني. هم داسوا على كل ده وتعدوا، وتعدوا وموتوا، وتعدوا عليه، هم موتوا بالفعل، موتوه. خالد ضربه بالبلطه في دماغه. وجمال ابو سيد، طب نرجع بقى للدكتور سيد ابن المجنى عليه ونتكلم معاه. احكي لنا يا دكتور، ايه بقى اللي انت شفته داخل المستشفى؟ والدك كان عامل ازاي؟ واخواتك ايه اصاباتهم؟ وايه التفاصيل الموضوع بالظبط يا دكتور؟ انا شغال دكتور فيزياء في مستشفى الاورام جامعه المنصوره. انا ساكن في المنصوره. الخبر جالي متاخر حوالي الساعه 10 بالظبط. على ما كلمتهم كلمت احمد اخويا، كان خارج الخناقه خالص، اللي هو كان بيجري باخوات الثلاثه المصابين. قال لي ان والدك تعبان جدا ومحتاج يتحول. نزلت بالفعل مستشفى الدولي. على ما وصلت هناك كان اجراءات التحويل خلصت في حدود الساعه 1. على ما والدي جاي كان السكور بتاعه كان هناك في مستشفى كيرنس 10،
على ما اتنقل بالإسعاف وجه المنصورة كان السكور 3، اللي هو واصل حاجة بسيطة خالص يعني. حاولنا نعمل له إنعاش أو أي حاجة، كان البقاء لله يعني. والدي متوفي الساعة 2:52، ساعد أخويا برضو كان جاي لي معاه تحويل متحول مع والدي، والحمد لله ربنا قضاء لطف بيه. السكور بتاعه كان 15 والدكاترة قدرت تنهضه وحولوه تاني عشان الحراسة اللي معاه مركز ديكرنس. عثمان أخويا اللي هو الشاب الأول اللي اتصاب، متصاب في ايديه الاتنين، اللي الكسورات ماسكه الايدين الاتنين مكسرين، عشان عارفين ان ده عمود البيت اللي بيجيب اللي فاتح الورشه، ما صابهوش غير في اماكن الحركه. والضرب ضرب قتل بترصد بتخطيط بتفنين، عشان عارفين هما بيعملوا ايه. والدي واخد خبطة جامدة كسر البون، اصلا عاملة فراكشر جامد في البون سكال كامل، في الفرق في العظم الرأس كامل، وجايب بنزيف حاد. طب هل دلوقتي الخلافات ممكن توصل للموت داخل قرية صغيرة او قرية ريفية زي من الطريف هنا يا دكتور؟ المفروض ايه اللي وصل الخلاف بالشكل ده؟ المفروض بين الكرة تود وتراحم، لكن الناس دول لا يعرفون الرحمة. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وصى على سابع جار، فما بالك بالجار المقابل. الناس دي بنية قصادنا لما جم يبنوا كانت ارض زراعيه، وجا والدي برضو كان العلاقه كانت كويسه، لما جه قال لوالدي ابني فين، والدي قال له انا ميت وانت ميت وبولادنا اللي هيقعدوا، ابني زي ما تبني. وباني والبيت خارج القانون خالص، طالع على مساحه زراعيه وسكه، وهنقدم بنناشد النقابه، نقابه الزراعيين والنقابه العامه، بان هم يزيلوا البيت لانه خارج. طب احنا دلوقتي يا دكتور يعني خلاف على شويه حمره يتحطوا في الشارع او ورشه الحداده بتاعتكم قدامها مقطوره، ده عادي؟ اهم حاجه ان الناس بتعدي وبتروح وبتيجي بسبب الخلاف ده. انا كجارك اقدر ان انا اترصد لك او اقف بسبب ان انت حاطط شويه حمره او انا حاطط مقطوره والكلام ده، وتوصل الخلافات بيننا وبين بعض ان يحصل فيها موت بالطريقه البشعه اللي حصلت داخل قريه من الطريف دي؟ هم فعلا ترصدوا، عندهم كاميرات في البيت وترصدوا لاخواتي لما لقوا اخ واحد في الشارع نزلوا عليه وهو بيقفل الورشه، ضرب بالعصيان لحد ما كسحوه بمعنى الكلمه. اخويا التاني نازل من البيت جاي يجيب اي حاجه يدافع بيها عن نفسه، نزلوا فوق بالسكين، واحد اداله سنجة في جنبه واخد خبطة في الراس برضو، عاملة له كسر في عظم الجمجمة. محمود صلاح وخالد حمدي فتحة مساء وفتحي حمدي وخالد محمود صلاح المهندس، احنا كل دول مزبوط اسمائهم في المحضر المتعدين، لكن اللي قاتل والدي هم اتنين زي ما ذكرتهم اختي، اللي هو خالد السيد سالم وجمال فتحي السيد. تمام. طلباتكم ايه يا دكتور او انتوا بتطلبوا بايه من خلال مطالبتكم بالبث على المصر اليوم؟ احنا مش عاوزين حقنا بس، ده احنا عاوزين حق العالم كله، لان اللي حصل ده مش جريمه عاديه، ده جريمه قتل عمد مع عصابه الاصرار والترصد. ان ناس معاها فلوس ومكانه في البلد يترصدوا لحد يعني قوت يومه بيشتغل بايده ان هم يقتلوه ويصفوا دمه، عشان مثلا بيقولوا انه ما فيش وراه حد هيقف، وترصدوا لاخواته كلهم. وسبب تافه، سبب مقطوره او شويه حمره او شويه شرب موجودين في الشارع، يعني مش حاجه ازاي يبقى في جريمه قتل والسبب ده بس؟ احنا بنقول ان الناس دي لو ما اتعمل لهمش حد رادع، كل شخص هيحصل معاه مشكله هيكرر نفس العقاب للشخص المقابل اللي هو يقدر عليه. لازم العدالة تجيب حقنا، مش حقنا ولكم في الخصاص يا حياتهم يا أولي الألباب، ده طبعا لا يحصل. وطبعا كلنا واثقين في القضاء المصري، والقضاء المصري أكيد هيجيب حقكم إن شاء الله، وهيتم الحكم العادل على الجناة بإذن الله. نرجع بقى لوالدتك ونتكلم معاها عشان نختم. أنت طلباتك إيه يا أمي، أو إيه اللي أنت طلباه من خلال البث المباشر؟ مش عايزينهم يجونا تاني، أنا ما عدتش عاوزينهم قبل مني، ولا يسكنوا البيوت بتاعتهم كلتهم. 9 رجالة بعيالهم بنسويهم دمروني. احنا بنشتغل ما حلتناش الا حته الورشه، واللي الصنايعي اللي كان بيجيب لنا القرش يصرف علينا، احنا ما لناش ارض ولا لنا حاجه. الله ربنا وعيالي ورجلي، الله ربنا وعيالي. الظلم حرام، الظلم حرام، يبهدلوني.
انا مره عندي السكر مضروبي وماشي حتى في بطني عشان خاطر عيالي اللي مرميين، هترمى جنبهم؟ انا هترمى في المستشفى؟ حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيه. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، زي ما حضراتكم شفتم في ايام عيد الاضحى المبارك جريمه قتل بشعه بسبب خلافات الجيره وبسبب مرور من الشارع شهدتها قرية ميت طريف التابعة لمركز ديكرنس بمحافظة الدقهلية. الجيران اعتدوا على بعض وضربوا بعض، وصلت إلى موت مسن يدعى محمد الوغاوري وإصابة أولاده الثلاثة بإصابات بالغة، وهم الآن داخل المستشفى يتلقون العلاج. كل طلب أهل المجني عليهم هو القصاص العادل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مشاهدين ومتابعينا في كل مكان، متابعين موقع وتلفزيون المصري اليوم، كان معاكم في التغطية من داخل قرية ميت طريف بمركز ديكرنس بمحافظة دقهلية محمد رمزي مونس. شكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.